يا صباح الورد ويا صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم مزيان واسعد ليا. ايا وينكم ايا شنحوالكم؟ راني جيتكم اليوم فيديو جديد فيه نهيرك، ان شاء الله يكون مزيان ويعجبكم الفيديو ويكون مفيد للناس الكل باذن الله. نبداو بسم الله ونصليو على سيدنا الف ولا يزي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فطرت فطور صباح اليوم وخرجت باش نعمل لك قضيات البرة، مانيش باش نطيب فطور نص النهار خاطر ديجا عندي بيت باش نسخن وباش نعمل كان عشاء بعد نوريكم شو باش نحضر. المهم مشيت خرجت باش نحضرك الشليكه نتاعي، الشليكه الطبيه ذيك اللي قلت لكم عليها باش راك حلها الفرشه، حضرت الفرشه بعد 10 ايام هكاكا يظهر لي. المهم يلزمني نشري توا صابو، خذيت هذه من عند الفارماسي في خسامه معناها معروفه. اما اني نحب فرشه تتنحى، فما لي صابو اللي ما يتنحاوش، هذوكم عجبوني ساعات الاكحل والبني، اما للاسف معناها ما تتنحاش الفرشه، يلزم تتنحى. هذيا مزيان الحقيقه، وسويم هما هكاكا بين 80 دينار، اني اللي خذيتها 80 دينار. خذيت القري هذيا خاطرها تتنحى الفرشه نتاعها هاني في الدار وتساعدني معناه، وان شاء الله ممكن نعمل شي حويجه اخرى للصيف. خذيت اني الحقيقه قياسات، قلت بالكش نطلع وحدي وكل شيء، اما تو نشوف حاسيلو لهنا وصلت وين باش يحطوا لي الفرشه. كملت سيه وركبتها، جيت قد ساقي هكا ومحليها وقضيت بها الحقيقه في الدار وكل شيء، مرتاحه رجلي ان شاء الله نتحسن وكهو ان شاء الله ان شاء الله مع المساج وكل بقدره ربي لاباس. اما تفرهدت الحقيقه كي لبستها، هاري نحيت الفرشه نتاعها هذيك وذمني الجدد اللي حطيت في وسطهم، فيها خدمه معناها مش كيكا حطوهم برا، لا فيها ماكينه واحد حاجه كبيره. مرسي حسيلو اللي عملوا لي الفرشه، تيهم الصحة. معروف زيدا هو موجود في سهلول بحذا قرايت، بجنب قرايت بالضبط الطاق الثاني. وبعد ما ركحت شليكة تعديت للسوبر مارشي بحذا الدار، خذيت قضيتك نسحقهم بتبيع خاصة السميد. السميد ان شاء الله ديما موجود، والسكر ان شاء الله يا ربي. خذيت الدينول كمستلزمات الكوجينة احنا نقوله. ومن بعد قلت يا نمشي نحضر العشية فردا مرة، كما قلت لكم افطوري يا بيت، افطرنا بيت الحقيقة. عندي من الفريجيدير خرجته وسخنته، خاصة اني كي نخرج من معناها من الدار في الصباح نضيع بصراحة. انا مادامني ناوية نخرج مادامني عندي حويجة مخبية في الفريجيدير، مديناها وسخناها وفطرناها، وتو باش نحضر حويجة سريعة للعشاء باش نعمل كالزوني مزيانة سهلة وتحضر فيسع ونخليهم. بعد نقعد نشرب كويس تاي على راحتي. ها يا سيدي هاي ناخذ وكل كويس، شطر كاس ماء دافي نحط في وسط مغرفة كبيرة سكر وعشرة جرامات خميرة خبز، نحركهم على التوا مليح ونخليهم يضعف الحجم نتاعهم ومن بعد نستعملها. أكاهو بعد باش نحضر زيدا الصوص نتاع كيما صوص البيتزا بالطبيعة، ونعملها هكا وبنينة جيت شن نقولكم، محليها محليها تو تراوها كي نكملها. المهم ذوب مليح هاك الخميرة في الماء الدافي، ردوا بالكم ماء دافي مش صخور ومش بارد، وغطي عليك الكويس وكي تنفخ نستعملوه. باش نستعمل اليوم كاين 500 غرام فارينه وزيت زيتونه، باش نستعمل كيكا 50 مليلتر مش برشا هكاو. هكاك جتني فكره، قلت نعرفهم اللي يحبوا الحاجه الشارع هاو كسكروت هاو بيتزا هاو شنو، خلينا نعملها لهم في الدار خير. بديت كشقيله تجمو بطبيعه تستعملوا دايتكم في بلاصه العجينه تعجن مليح مليح وبرا، واكاهو صبيتك الفارينه باش نحط لها توا الملح وكعملت عجعاجي. نقولوا كيكة مغرفة صغيرة، هذاك زيت 50 مليلتر، زيت زيتونة ولا زيت زنباتي اللي عندك موجود، صبيت الملح غاديك مغرفة صغيرة، الخميرة هاكا تضاعف الحجم متاعها وهاكا هو. توا نصبها غاديكا ونحطها في الماكينة ونبدأ أخيطك. نزيد الماء الدافي وكهو، قها ناقصه شويه حسيلو، زدت لها كيس اخر، كيس ماء اخر يعني دافي، تجمتي تستحق اكثر. من بعد نوريكم قوامها يزم كيفاش يكون، يزمهاش تكون يابسه، يزمها تتلصق في يدك. بعد في هذه خدمه شويه في التخميره، مرتين نخليوها تخمر، باش نخليها المره هذه تخمر بعد ما نكمل العجنين، بعد نحطهم في الطبيق ونخليهم زيد يخمروا مره اخرى. اوكي لهنا قالت نزيد في الماء الدافي بشويه بشويه، ما نصبوش هكا فرد المره باش ما نقعدوش نزيدو فارينه معناه. شفتوها كيفاش تلصق في يدي، اي خليها توا غطيها، رش عليها شويه فارينه مش زيت، فارينه احسن معناها. وبعد ترجع لها كيكا ربع ساعه انت
وقتاش تنفخ العجينه باهي هاي هكا هاو ديما بعينك ميزينك معناها خاطر الدنيا بارده وما نعرفوش وقتاش تخمر. المهم كي تتنفخ وقتها استعملها نخرجوا منها الهواء اهم حاجه، ونكورهم ونحطهم في طبايق مره اخرى. انا غطيتها وخليتها باش نحضر توا الصوص. باش نعملها اليوم بطماطم الكعب وباش نزيدها من بعد مغرفه صغيره راهو طماطم معجونه كيما تحبوا، معناه تجبوا تعملوها طماطم كعب صافي. المهم كعبتينا كهو، مانيش باش نعمل الحقيقه العجينه بكلها، اتو من بعد نوريكم شطار العجينه اش عملت بيه هكاك، خاطر احنا شويه في الدار مش برشا، معناه باش نعمل 4 كعبات ولا 5 كعبات كهو يزي فيها البركه. المهم قصيت الطماطم باش نقص راس البصل الاخضر، تنجموا ترحيو الطماطم والبصل مع بعضه وتفوحوهم طول في الرحايا وتحطوهم تو كان في الزيت كهو ومعاهم طريف طماطم معجونه وزعتر وكليل والسلام عليكم في الرحايا طول. هذم فما ناس عامل هكاك نفوحهم ساعات كل فرحة ونحطهم دوب بلاش هكا يقيموا الغلوه مع شويه زيت زيتونه. اماني اللي باش نقليهم شويه هكا في الزيت ونطيبهم. معناها هنا كملت قصيت الطماطم باش نقص توا البصل الاخضر ونبدا نطيب عاد فيها بنينه هي محليه كيما صوص البيتزا بالضبط. وفما اللي ما يعملش بصله فما سنينة ثوم، كان حبيت سنينة ثوم قصها هكا جويدة وتحطها معاهم كان حبيت. حاجة اللي تفوح صوص بيتزا هي ورقة الرند، كان عندك وريقة رند تحطها في وسطها وتذكرني تبنن برشا وتفوح راه. خليت هذيك الصوص نتاعنا توا لين يقرزيتها نمشيو لعجينتنا اوبا محليها ومزيانها تنفخت. هيا توا نبداو نخدمو فيه، خرجوا منها الهواء ونشكلوهم كويرات هكا مزيانات. عملت اكيد فيديو صغير ونبداو نهبطو لكم ان شاء الله في ستوري الانستغرام والا في الفيسبوك. مرحبا بيكم، عملوا عليا طلعات، شوفوا انستغرامي وفيسبوكي محليه عامله عليهم جو. تحيه احلى تحيه للناس الانستغرام اللي تبعوا فيا واللي في تبعوا فيا زاده في الفيسبوك، محليكم الناس الكل وان شاء الله ربي يحفظكم ونحبكم برشا الناس الكل حسين المهم كيما قلت لكم مانيش باش نعمل العجينه الكل الحقيقه، برشا جاتني بالنسبه ليا بالطبيعه كل واحد يطيب على قد عائلته. ديما نعمل كعيبه زايده وكهو بقيت العجينه تنوريكم اش باش نعمل به حسيلو. كملت لهنا بالطبيعة نستعملو لهنا فارينة مش زيتة، ديما كيكة تحب الفارينة أكثر. باش نغطيهم توب المنديل هاك الكويرات هذوكو كيكة نرجع لهم بعد ربع ساعة، هي راهي خامرة العجينة ومحليها تعطيك نتيجة مزيانة كي تخدم بالبيه. شو كيفاش تنفخو محليهم هذوم اللي تكون تدهنهم مكة بالفص العظمة يجيك خبز بريوش مني ليه باش نعاود نحلهم لهنا فوق لوجا، معناها كل عجينه نمدها ونحلها بالقلقات ونحط لها الصوص. اش باش نحط اخر زيد، حضرت التن حضرت عظيمه الحقيقه مصموت نحب في وسط العظم اللي ما يحبش ما يحطش. نحط زيد فرماج موتزاريلا وباش نحط زيد زيتون وكهو معروفه معناها الصوص بيتزا، والصوص البيتزا هي اللي باش تفوحها اكثر واكثر.
حسي لو طرحتها كي شكل دائري، زيد نحلها شويه هكا بالقلقال وبرا تنجم حتى بدايتك من غير قلقال، اما بالقلقال تجيك سمحه. شنو اخر باش نطيبهم هذوم لي على 180 وندهن لهم الوجيه نتاعهم بالفص العظمه، باش نحطوا له قطيره خل بالطبيعه ونزينوهم بالزيتون هكا من الفوق والدنيا. اش رايكم اش رايكم؟ والله حاجه هكا تحضر فيسع ويحبوها برشا الاولاد، هاكا في الليل ولا في العشيه ديما يحبوا حاجه الشارع، هاو خذ لنا بيتزا، هاو ساندويتش، هاو تنعمل هيك في الدار، مش خير بربي هكا. حطيت التون، حطيت الفرماج، وخاصة الزيتون يبننها وكل عظيمة، والله ساندويتش يشبع هذا. حسيلو نكمل عاد نحضرهم ونوريكم شكلهم محليه ومزينو، يهبل يهبل، صحة وفرحة إن شاء الله كي تجربوها. كما قلت لكم نطيبوهم على 180 درجة. وبالنسبة للشطر العجينة الاخر، شوفوا شنو عملتوا، عملتوا كيما الباغيت هكا جويدة، خليتهم زيدا يخمروا مرة ثانية باش يولي يتقرمش من بعد، راه بعد ما صورتوش تاكل. اكثر حاجة تحبها سارة الحقيقة يبدا كل الكاكي ورشيت عليه ملح فوق وهكا. حسيلو هذوملي العرايس نتاعنا خرجتهم من الفور محليهم، باش نقص لكم توا طيبه ونوريكم محليه شكله من الداخل، بنين بنين بنين، جربوها طريقة سهلة كيما شفتوها. باتكا حضرت العجينة، ها سمح وشره كفكره معني لا شيء خاصه لنا، وحتى لهم جزيد لصغيراتكم فكره مزيانه، حاجه بركه باش نعطيها للمراه العامله معناها اكثر حاجه. يجي تحب تعمل هكا فطائر كيف نهيذم، تعملهم محشيين حاضرين من غير ما تدهنهم بالعظم، تخبيهم في الفريجو مزيانين هكاك، وقت اللي حاجتها تمدهم تخرجهم قبل وقت وتحطهم وقتها في الفور، معناها تجمدهم وهم عجينه نيه. برشا نستعملها الطريقه هذه، الفريجو يبدا مليان بالمخبوزات يعني عجائن هكاكه، تخرج قبل الوقت تحط في الفور يبدا يسخن كانك تو عملتهم ومزيانين، والبات تبدا على محلاه. اوكي معناها كفكره وبرا حبيت نعطيها لكم هكا. هو كملت لهنا حضرت كل شيء باش نمشي عاد نحضر القيده نتاعي هكا ونعمل كويستي ونرتاح. نرتاح ونتفرج على الشيخ تحيفه، عملت كويستي كم نعناع من 66 كيف، وباش نقعد توا يزي فيها البركه. اما باش نوريكم حاجه جاتني من الانترنت، خذيت الحقيقه خذيتها لي اختي، اختي قالت لي يا نصدموا عليها، قلت لها يا خوت خذيت ليا وليها وجوني للدار الحقيقه، لبسه لبسه سبور هكا باش نوريها لكم من بعد حتى نقعد ونسكر الشبابك والدنيا الكل. مالا نقص حاجه تعرفي شنو هي؟ نقصت بخيره. نسيت، والا كي نبدا الحقيقه تعبه، والا خرجت معناها في الصباح نبدا كما في وقتاش نقعد برا هكا، واني من الناس اللي ما نحبش نخرج الصباح هكا، والله غالب
نحس في نهاري نحب نقوم الصباح نفطر نشمس الدويرة، ما نحبش نخرج هكا، ونحب الخرجة كيف العشية حسيلو. أي برا قعدنا شرب لها الكويس تي، جاني تليفون درن، ألو هانا جبنا لك اللبسة. أي برا خل نشوفوها اللبسة مع بعضنا، وكان عجبتكم هكا نحط لكم الباج اللي شرينا منها من فيسبوك، باج فيسبوك باقي مش شافيني باقي نشري. الحقيقة هاني قلت لكم اني كي تعجبني حاجة اسيدي جاتني باهية نقول، ما جاتنيش باهية نسكت وكاها باهية. المهم الحقيقة هي مزيانة لبسة سبور، عندهم برشا موديلات، اما الاسوام عجبوني الاسوام، الاسوام معقولين بين 70 بين فما زاد حتى لبسات ب30 40، معناها الحقيقة حاجة مناسبة وللمتحجبات زادة اكثر حاجة. بالله علاش ليه حتى نحط لكم الباج في صندوق الوصف، وبرا ان شاء الله ربي يجيب لها القسم وربي يجيب لها الرزق هكا، ولا لا هي ببليسيتي لا هي حتى شيء بصراحة. وسيدي هاو جاونا، واختي خذيت جوهري هذايا الفاتح واني خذيت جري، احنا هكا حبينا الالوان. الحقيقة جاونا لباب الدار نهيرينا كهو جاونا للدار، دفعت اللبسة متاعي بسعني ب70 دينار اللبسة، عجبتني قستها وجاتني حلوة عليا. هاكيت راهي طويلة حتى ايش للكعبة، اللبسة الفوقانية في وسطها جيبو بالكابيوش هكا بشوف من فوق هكا، ويديها باللاستيكة الزيدة مالا وطويلة، ومعها سروالها عليها سبادري، وبك 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 على صندوس عالسبورتيف، والفون تك على الجنب بعد باش متكعبرش وتطيح. شفتني وانا ميت؟ والله تصور هكا جات مسكرك البرونيت هكاك و عليا بروني نطيح نكسر كرايمي، زمها فونت منا وفونت منا، وك السروال يطل لك على الجنبات بك الزينه عاد مكتوبه بالسوري هكا. واش رايكم حلوه؟ نحط لكم الباج باه، نحط لكم باج وعملوا طلع عليها. ايا برا هيا ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم مزيان ونهاركم اسعد ليا من الناس الكل. بوسه كبيره ونحبكم برشا برشا، سلامه، باي باي.